بالقاهرة. سيادة السفير أهلا بيك. أهلا وسهلا يا فندم. فلسطين في قلب مصر. ألو. نعم يا فندم. سيادة السفير، فلسطين في قلب مصر، قضية الفلسطينية الشغل الشاغل للنظام المصري والشارع المصري. يعني أنا بقرأ نبض مواطن مصري بيتكلم، حتى بيتكلم بدأ كلامه مش إنجازات مصر، عن غزة وعن فلسطين وعن إسرائيل. يعني حتى الشعب المصري نفسه، الناس البسطاء الغلابة، هي فلسطين، هي قلب مصر بالتحديد. عايزين نعرف القرارات، آخر حاجة في القرارات واجتماعات النهاردة ومستجدات الوفد الأمني اللي كان موجود، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وزيارته لفلسطين النهاردة. والله يا فندم، أولا أنا يعني كسفير وكمواطن فلسطيني ومواطن عربي فخور جدا بالنهضة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة. وأنا قلت سابقا أن مصر ليست دولة عربية أفريقية وازنة على مستوى المنطقة فقط، وإنما اليوم مصر هي دولة كبيرة على مستوى العالم، على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم، وهي دولة محورية تلعب دور مهم في صناعة حاضر ومستقبل المنطقة بشكل كامل. لذلك ما تقوم به مصر في القضية الفلسطينية ولصالح القضية الفلسطينية مقدر عاليا من القيادة الفلسطينية ومن السيد الرئيس أبو مازن ومن الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكل مكوناته، لأن مصر هي شريك مع فلسطين في كل شيء. لذلك اليوم السيد الوزير عباس كامل حمل رسالة مهمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد الرئيس أبو مازن حول الجملة التي تضمنت في مقدمتها، الجملة التي تحدثت بها، وأن مصر، أن فلسطين هي في قلب كل مواطن مصري، وأن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة المصرية وبرنامج التحرك المصري. لذلك القرارات والمستجدات يا سعادة السفير. نعم نعم. القرارات والمستجدات، آخر القرارات والمستجدات، يعني الرئيس السيسي يعني وجه النظام المصري من المخابرات إلى مجلس وزراء إلى وزراء ووفد رفيع المستوى هنا وهنا، وبعدين الفصائل الفلسطينية، الرئيس المصري بيحاول يعمل مصالحة على أرض مصر بين الفصائل وتوحيد الكلمة مع تأييد مجدد للسلطة الفلسطينية أو الرئاسة الفلسطينية الرئيس عباس أبو مازن. فإحنا كنا عايزين إيه الكواليس؟ إيه اللي يعني هتطلع هنا بإيه؟ حضرتك اللي إحنا ما نعرفوش إيه؟ هو يا فندم لحتى الآن هناك اتصالات وجهود مكثفة تقودها مصر بالشراكة الكاملة مع الأردن ودول عربية أخرى والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي. هذه الاتصالات وهذه التحركات تستهدف تثبيت وقف اطلاق النار ووضع الترتيبات التفصيلية لذلك، والحيلولة دون تكرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في أنحاء الضفة الغربية والقدس، ووقف ما يجري في القدس لخلق مناخ مناسب، خلق مناخ مناسب لمسارين. المسار الأول هو إعادة إعمار ما دمر العدوان في قطاع غزة، ومصر مشكورة على ما قدمته في هذا المجال، وأيضا دولة قطر والكويت وكل من يساهم في ذلك، ونحن طلبنا بالبناء على مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأيضا المسار المهم هو إحداث انطلاقة جدية في المسار السياسي، يعني زيارة وزير خارجية إسرائيل لمصر اليوم، وزيارة وزير خارجية أمريكا للمنطقة، وزيارة وزير خارجية مصر لرام الله، وزيارة وزير خارجية الأردن إلى رام الله قبل عدة أيام. كل هذا يصب في إحداث انطلاقة جدية في العملية السياسية في إطار مؤتمر دولي للسلام من أجل إخراج المنطقة من حالة الجمود والتوتر والاحتقان التي تمر بها بسبب مواقف الحكومة الإسرائيلية في إسرائيل. لذلك نحن ندعم هذه الجهود ونرحب بها من أجل إحداث هذه الانطلاقة وانطلاق مفاوضات سياسية جدية ذات سقف زمني في إطار مؤتمر دولي، استنادا إلى المرجعيات والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام برعاية الرباعية الدولية. نحن نرحب بدور أمريكا في إطار الرباعية الدولية، ونريد أن تتم كل هذه الجهود في إطار مؤتمر دولي للسلام على غرار مؤتمر باريس الذي عقد في يناير من عام 2017 وشاركت فيه
128 دولة من دول العالم. سيادة السفير، سيادة السفير، وكمان الجهود المصرية المبذولة في المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، ده حاجة مهمة. نعم، يعني احنا عايزين نشكر سعادتك، ومصر طبعا هي الام وده دورها، والقضية الفلسطينية طبعا احنا عارفين ان هي قضية يعني شغلة شغل كل مصري مش النظام المصري بس، وبنفصل تماما، بنفرق ما بين السلطة او قيادة حماس والشعب غزة او شعب فلسطين، لان دول ما لهمش علاقة بدول، وانتوا اكتر ناس كفلسطينيين عارفين التآمر منين. نشكر سعادة السفير، سفير دياب، سفير